زيارتنا اليوم لولاية الجزائر برفقة سيد الولي سمحت لنا باش ندشن يعني فندقين تابعين للقطاع الخاص، وهذه الفندقين هذه صنعوا يعني بالمقاييس الدولية، وهما ذات 5 و4 نجوم، وبطاقة الإيواء تفوق 400 سرير. وهذه نتيجة سياسة الدولة للدعم وتشجيع الاستثمار في ميدان السياحة. وهذه الفنادق هذه راح يساهموا يعني أولا في تعزيز الحاضرة الفندقية لولاية العاصمة، وأيضا في خلق مناصب شغل. عرفنا باللي هنا في أكثر من 300 منصب شغل راهي يعني تشتغل في هذه الفنادق، وأيضا راح يساعدونا في ترقية السياحة الحضرية، السياحة يعني للأعمال.